حلقه اخرى من الحلقه ديال عيد الصين الجديد، وغادي تكون من مدينه الورود، اكبر مدينه ديال الورود كاينه في الصين، احتفالا بعيد الصين الجديد. غير كليب دابا ما تنساوش ديروا سبسكرايب كومنت لايك وديروا الشات كاملين. يلا هاندو دد هذه مدينه كامله مقاده غير على قبل الورود، وكاينه في شوندو في الجنوب ديال الصين. ما يمكنش يدخل شي واحد لهاد المدينه ديال الورود بلا ما يتصور في هاد الدخله. كيقول لك انه هاد الدخله هي مفتاح الخير، مفتاح ديال اي حاجه زوينه في هاد الحياه. نيها ونيها 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 ونيها. الحلقه ديال عيد الصين الجديد اللي درت العام اللي فات وهذا العام حتى هو، غادي يبان لكم انه كنمشي انا هذوك البلايص ديالي بحال هكا، فهمتي؟ دوك ستاندات اللي كتلقى في ديستريكتات مختلفين. وهو اليوم ان شاء الله غادي نمشيو للوير هاوسز، يعني غادي ندخلوا نشوفوا شي حاجه اللي الخيال العلمي اللي ديجا كتكون هنا دائما. يعني الا بغى شي واحد يجي مستقبلا فراغ غادي يجي وغادي يلقى نفس الحاجه. يلا نكشم. الا عندك شي شركه ولا شي دار ولا شي حاجه وبغيتي تزوقها كامله بالورود، فراغ هاد البلاصه هادي بالضبط يقدر يدير لك داك البلان. خصني دابا نشري شي قرعه ديال الماء. نيو شويه ما هاكي غير ويغا هادشي اللي كتبيع المشروبات ديال التيشيرت كامل. انا بغيت غير امان. الثمن ديال القرعه ديال الماء هو 2 يوان. ها سي سي حاطين داك التيمتال هناك بحال قلتي بنيته دريه زبيونه. وهاد ديك الساعه داروا ليها هاد الفستان هذا بالديزاين ديال الورود. غادي ندخلوا للحديقه، ماشي الحديقه، حديقه هذا المكان. اللهم بارك، والله الا واحد الجماليه، واحد الجماليه ضربوا لي على الحجم ديال البلاصه. ترى الخيال العلمي هذا البلان هذا دايرك بحال شي فيرما ولا شي لاصير، شي لاصير ديال عندي كبيره. ستريمرز ود هذاك 180 غادي تبان لكم. كاستريمي دابا هذه في التيك توك ديال الشينوا. هاي هذا النوع ديال الشجر غالي، ما عرفت علاش، ولكن كنشوف بزاف ديال الناس كيشريو. دابا بالامازيغيه عندنا حنا واحد البلان كنقول حنا تازكوار ديال واز زنت تازكوار، ولكن تازكوار نيها طافو داكوي طافو دانغوي. اه سي دو شاو لابان دو شاو تيان دو شاو تيان دي 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 كويلو اوبشال يامي تاي بيال يالا لابان تاي بيال يالا جو بي جو سجو تي. اه اوكي كتلعب تقريبا عاوتاني في ديك 27 فريا 25 فريا سي سي لابان سي سي كويلا سي 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 لابان. دابا الفرق بين هذه المدينه ديال الورود، الا جيتي تشري عند الناس هذوك بحال قلتي كتشري من عند المستنبت، كتشري عند الناس اللي كيقادو، ماشي بحال اللي عند دوك لي ستون ديال برا. هذوك كيجيو من تما باش يشريو عند هادو، ديك الساعه كيرجعوا لتما وكيزيد لك في الثمن بطبيعه الحال. انا دابا اختصرت لكم، اختصرت لك داك الشيء ود هذا، كتمشي كتشري اللوكس ديال اللوكس بثمن افضل واختيارات اكثر. شوف هاد السيده كتبيع العواصر ديال الليمون، كتقول لك انه من الفيرما امازون الكرتونات، ماشي فيرما كاينه في هذا اللور الكرتونات لهنا ديريكت، يعني غادي تشرب داك العصير ديال الليمون فخيش دا فخيش دا فخيش. نقدر نقول انه حاليا حتى دابا مازال ما كملت لكم الجمله، كاينش في راسي انه كيتباعوا شجاري ديال التفاح حتى هما، ولكن لقيتهم في هذه البلاصه. ها هما غادي يبان لكم حتى هنا، ما نقدرش نوريكم كلشي حيت داكشي خص تكون برودكشن كومباني اللي غادي تقدر توريكم كلشي ليكسبيريونس، ولكن ما زلت اقاتل. هذه مثلا غادي تكون تقريبا ساوي هذيك 5000 ريال ديالنا، حنا 6000 ريال. هاد الريحه حتى هي ما عرفتش شحال الثمن ديالها. المهم عندهم حتى الروايح قال لك ديال الورد. هما القريعات غادي يبان لكم هذه ساوي 300، يعني قلت تقريبا ديك 10000 ريال ديالنا حنا 11000 ريال مغربيه. اول وير هاوس ولا اول مستنبت ادهش، يعني الله قلت بسم الله. وباقي راه المدينه راه كبيره لواحد الدرجه لا توصف، ولكن ما شاء الله، يعني ديك الطوله اللي ضربت ما مشاتش فابور. جيت باش نوريكم مدينه الورد، ولكن جيت بطبيعه الحال باش نجرب الاكل. اول بلاصه كيبيعوا غير درينكس ولا ذاك البابل تيز ديال الناس ديال تايوان. هنا الكوري هذا ديجا جربناه 100000 مره، ديك الكرات ديال الكوري. وهذا ذاك ليانغ فانك بحال هكا الاروز البارد. جانبين ديال الناس ديال شاندونغ. دابا كاين قدام هادو ما عرفتش كيديروا هذيك بحال هكا كيبيعوا طارو، كيهزوا ديك البطاطا ديال الطارو كيديروها في العجين ديال الدقيق ديال الرز، وديك الساعات كيقليوها. هذا واحد الشخص اللي كيبخر الخنزير، والله الا خارجه منه الريحه ديال السفه مدفونه، علاش الله اعلم. المهم هذا خنزير مبخر من ورا ما كيبخروا ليه، كيجيبوا ليه هنا وكيحطوا. وديك الساعه كتقول لي اعطيني 10 دراهم 20 درهم 50 درهم، المهم انتم فهمتوا الصينيين هما اللي كيقولوا لي اعطيني ماشي مسلمين. كيبيعوا الخنزير مبخر وكيبيعوا حتى الخنزير المشوي. هو هذا دابا كامل راه خنزير مشوي. سمع سمع ديك التقرميله، سمع هذا كيطيب المده ديال 4 السوايع تقريبا حتى 6 ديال السوايع. هذا نقدر نقول انه هونغ كونغ هي الوحيده اللي باقي فيها ديك الطريقه التقليديه باش تطيب هذا كي غادي نقول الخنزير المشوي. هذا الوقت بالضبط دابا هو الوقت ديال الغداء، وجاني الجوع لا فان ولا فان، ولكن فين ما مشيت كنلقى الصفوفه، فين ما مشيت غادي نلقى الكو ديال بنادم. المهم بالي انا واحد المحل اللي متخصص في تزاو باوفان، هادو مشهورين في شوندو غير بواحد النوع ديال الطاجين اللي هو الطاجين ديال الجارين. واتس يور نيم؟ زيكو. يو ار فروم شوندو؟ ام ذا اونر. ذا اونر؟ واو ذاتس اميزين. ثانك يو. خصني نخلط ضروري تخلط.
مبخر وكيدوب في الفم دغيا. حاجه اللي كانت ناقصه في هذا البافان اللي الله كليت هو انه ما فيهش داك التكرميله اللي كتكون في التحت ديال الطاجين، داك اللون الذهبي، داك الكرانشينس، داك اللي كيخليك تسمع ديك ديال ديك القرمشه، هي اللي كتخلي الكلايبات ولا البافان ديال الناس ديال الشوند ولا ديال هونغ كونغ يكون مثالي لافان. دابا بغيت نديكم تشوفوا واحد البلان اللي والله الا شوف العقل الباطني ديالنا حنا كمغاربه ما غاديش يتقبلوا، ولكن بطبيعه الحال انا هنا لكي اشارك معكم التجارب. والله الا تصدمت فاش عرفت الاثمنه ديال هذا الشجاري. واحد من الباترونات اللي كنت خدام عندهم كنا كنجيو على البلان هذا وكنسول كيقول لها ودي هذه العقل ديالي اصلا انا ما كيتقبلش علاش هذه تساوي 40 مليون. والو شجره كدل على الثراء والامان وبزاف ديال الحوايج، المهم عندهم في الثقافه الصينيه، ولا عندك هذه في الدار ولا في الفيرما ديالك ولا في الفيلا ديالك كدل انه انت ماشي غني، انت وصلتي واحد النيفو اللي الخيال العلمي. داكشي علاش كيسوا هاد الشجاري هادو 90 مليون 70 مليون 80 مليون. كيبحال كتبني الدار كيجيبوا البارتيات هادو وكيديزاينيوها، وديك الساعات لتحت داك القلبي في التحت ولا ماش كيقولوا لي اول ياجور كيشد هاد ياجور هذا وكيخلطوا السيما ويخلطوا تراب، وديك الساعات كيقادو داك لتحت وكيبنيوها ودا بحال كتبني شي دار. وفاش كتشريها راه كيهزوها ديريك. دابا الا شريتي داك الشجره غادي يحشيو شي ماكينه ولا ما عرفتش داك الشيء من لتحت وكيهزوها هي والياجور والتراب وداك الشيء كامل. المهم نتوما فهمتوا وانا فهمت. بعد دوز حدا الشجره في لاشينا تقول ما دابا غادي غير الشجره تايا، ولكن كاينين اللي فيهم اللي ساوين مليونيان مليونيان، يعني غادي تقريبا واحد 100 مليون ديالنا حنا. شوف يلا انضمار يلا انضمار ما شاء الله، كل شيء فرحان، كل شيء كياكل، كل شيء مستمتع، اغلبيه ديال الناس لابسين الاحمر. والله الا شي اجواء هاد البهلوان هذا والله الا كنت غادي نضربو مع ما بانش ليا جاي وانا كنقول لك يا استمتع يا استنفي يا استمتع، كل شيء فرحان كان يضربوا الكود في الراس. المهم ما عليناش هذا واقيلا فيه الخنزير والله اعلم. جيرو يلا يلا ها الروز مبخر فيه الايل ولا الجاريت اللي كيقولوه هما، ولكن فيه الشحمه ديال الخنزير. وبوتش الجيرو سي الشوربه ديال البامبو سي وحده. كاين واحد كيقلي الجناح ديال الدجاج زين هيك هذا وديك ساعات كيديرهم في الزيت. غادي وسط المحلات ديال الماكله تبانت لي اكبر شجرات الليمون في العالم، هو كيبحال قلت شجره ديال الكريسماس ولكن داروها هما بالديزاين ديال انتظروا لحظه يجب ان استمتع بهذا المنظر، ولكن ما يمكنش نستمتع بلا بكم. يهزوا داك الديزاين ديال الكريسماس تري وداروا فيه الليمون. علاش؟ حيت كما كنقول لكم ديما هو الليمون كيدل على البهجه والفرحه والسعاده والثراء وعلى بزاف ديال الحوايج. بانت لي هاد السيده والله ما عرفتش كدير كيبحال قلت تشيكن وينز شي حاجه، اشنو هي ديك الحاجه الله اعلم. طبعا ويا اوكي دوز اوت هاند دي دي 4 24 اوكي 24 دي 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 وزدت تمام. ايفان كي ايفان كي انظر 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 24 يوان بسم الله. تشيكن وينغ اللي تقدر تشدهم غير في المغرب، الفرق كان غير في ديك لاصوص اللي كدير على برا، ما كنحس انه كاينه شي شوربه، ديك الشوربه اللي كانت كطيبهم فيها وعاد ديك الساعه كديرهم في واحد لاصوص اللي كتكون حلوه، ما حسيتش بديك كي غادي نقول ما حسيتش بدوك المذاق ديال ديك الشوربه. دايرين بحال واحد البلان كيديروا هما شناوا كيبحال هكذا كيهزوا الجناح ديال الدجاج كيطيبهم في المناضه. كيخو الاطرو ديال المناضه وديك الساعه كيحطوا فيهم هاد الجوانح ديال الدجاج وديك الساعات كيخليوها تبربر 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 حتى هذيك المناضه كتولي خاطره وكتشيكن وينز. دابا غادي نكونوا دزنا من لهيه لهاد الجهه، الجهه الثانيه واقيلا فيها حتى العربات ديال الطعام. هاد العربه هادي كتقاد غير الايس كريم، غادي ندخل لداخل ان شاء الله. هادي التقليه ديال الشينوا، الا ما عمركم سمعتوا التقليه ديال الشينوا بحال ديالنا غير هما كيديروها بطريقه مختلفه، ولكن كتبان لك انه بحال موسخه، كاينه ديال البقري وكاينه ديال الخنزير. وهذا اللفت، هذا داير بحال اللفت ديالنا ولا راه واقيلا ديت راه اللفت هذاك وكيديروا في هذا لاصوص ديال الكوري. هذا واحد الشخص اللي كيبيع دجاج مشوي، كتكون دجاجه مشويه في هذا القاع وديك الساعه كيخليها تبخر من التح. المهم فاش كتختار ديك الدجاجه غادي يشدها ويقطع عليك بحال هكا. هذا كيطيب الوراق ديال البسطيله، كان يسحب ماشي البغرير والله الا فيه تقيب بحال ديال البغرير. صح اكويو سير على الله ودا دا هايو ايكا هايو ايكا كيزيد الزيت زيد زيد ودور عاوتاني كاع سير كاع الله سير على الله هلي سيساني سيسي. من الجهه الاخرى ديال ديك شجره الليمون ولا شجره المندرين ولا شجره بواره ولا التيمه ولا دموسه القردان هي
هذه هي ديك الشجره، ولكن في نفس البلاصه دايرين كي بحال قلتي دوكا الامنيات، تقدر تعلق الامنيات ديالك، كتمشي كتشري واحد البارتي حمراء وديك الساعه كتكتب فيها الامنيه ديالك، اي حاجه كتمناها في 2024 غادي تجي وتحطها تما، وبطبيعه الحال الله يكتب لها ويكتب لكم الخير والصينيين ولا اي واحد في هذه الحياه. هذا الشخص قال لك انه مشهور، اش كيدير؟ كيطيب النودلز ديال الروز، كيشد بحال هكا ورقه ديال الروز كيقطعها وديك الساعه كيحطها تبخر. ضربوا ليها دابا على شحال ديال بنادم واقفين دخلنا عليكم بالله. انا دابا واش غادي نجد الصف نص نهار باش ناكل الروز الجديد هادي اللي غادي يبيع الدود؟ ضربوا لي على الدود قداش ضرب بيض الريس غير يموت، والله الا باقي كيتحرك فخيش كتاكل الدود فخيش. طوفو المقلي هادي انت كاش كيقولوا باقي ما تشاو طوفو كيقولوا غير وايغا اوكي ثانك يو. كاش دو الطوفو هو الاول كيكون عباره على مربعات كيحطوه في هذه المقله هذه. المهم عمليه القلي الاولى كتكون في هذه المقله، من مورا ما كدار لي ديك الصطيبه كيحولوا هذه المقله هذه. المهم هنا فاش غادي يكمل الطياب ديال هذا الطوفو وديك الساعه غادي يمشي لا سيكسيون ديال العطريه. المهم بالنسبه للعطريه فهما كيزيدوه غير التحميره، واحد العطريه ديال الباربيكيو، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وكيزيد عليه واحد لاصوص ديال الموندوس ديال الخافوطوس اللي ما عرفتش شنو هي، وكيزيدها واحد الشويه ديال البورو مع شويه ديال الكراط، كيخلط كلشي وديك الساعه يتم تقديمه لك بالصحه والراحه او الددده. شي ثانك يو. دوشاو شيان سكواي شو الثمن ديال الطوفو المقلي هو 10 يوان. والله الا شتا هذه هي ديك ديال الشتا والبرد عليا والعجاج مع عينيا. غادي نجرب وحده ديال الطوفو بلا ديك لاصوص ديال الموندوز ديال خافوط اللي زاد بسم الله. الطوفو هو من الحوايج اللي كيخليوك تفكر كي بحال هكا انه كنجدو ما غير ديك اللوبيا ولا الجدوره ديال اللوبيا ولا اللوبيا. المهم نتوما راه فهمتوا كنجدو كيعصرو هي مناش كيديروا الطوفو هذا. وديك الساعات فاش كتكون كتاكل كتحس انه بدون مذاق، الا تعمقتي شويه غادي تلقى انه المذاق ديالو غادي واحد شويه اللوبيا. دابا غادي نجرب شي وحده اللي غادي تكون مخلطه مع ذاك البورو والكراط وديك لاصوص ديال الموندوس اللي قلت لكم ديك الساعات بسم الله. ديك لاصوص اللي زاده حلوه واحد شويه نقدر نقول انه غاديه لديك ديال ديك تشيكن وينغ ولا ديال دوك الجناح ديال الدجاج. يلاه جربنا نفس المذاق توب دو توب. نقدر نقول انه من مورا ما تلاقات مع ديك التقرميله ديال الطوفو اللي كتكون مقرمله من على برا ورطبه من الداخل، عطات واحد الاكسبيرونس زوينه بزاف. التقييم ديالها غادي يكون اعطيوها ديك 6 7 شحال بحال هكا. داك الطوفو اللي يلاه جربت ولا تشاو طوفو اللي كيقول هما راه بحالو بحال داك الطوفو الكحل. الا عقلتوا على داك الطوفو الكحل اللي كيكون مخانز لعفان دو لعفان راه بحال بحال غير هذا توب دو توب بنيت كيخليك تبغي تاكل فيه اكثر. وداك اللي جربنا ديك الساعات مع تشم الريحه غتجري سوف تجري بدون توقف. دابا جيت للجهه ديال العربات بحال قلتي حنا فين كاينين العربات ديال الاكل، ولكن المشكله فيهم هي انه كاملهم دايرين بحال قلتي غير الوافل ولا الدرينكس ولا القهوه ولا شي حاجه بحال هكا، ما عندهم شي حاجه اللي يونيك بزاف. بانت لي هاد العربه اللي كيبيعوا الجناح ديال الدجاج بطريقه تقليديه مشويه، كيكون جناح ديال الدجاج كيديروا الفخر في الوسط وديك الساعات كيتشوى واحد المده طويله غالبا ساعه ساعه ونص قول كاع حتى ساعتين. عندهم هذا هنا وعندهم واحد لي نيهاو نيهاو لوبان. هاد المحلات كاملين من المراعي هادو كاينين غير بمناسبات العيد الصيني الجديد، ولكن دابا غادي ندخل للعماره اللي فوق تما جيتي هنا غادي تلقاو فيها دوك المحلات الاخرين. هلاو ما شاء الله هذا داير بحال داك الفيستيفال اللي مشيت ليه انا ديال المناطق الزراعيه ولا ما عرفت المحلات الزراعيه شي بحال هكاك. اي حاجه عندها علاقه بالفلاحه واش غادي تلقاها هنا. كافي اوكي ها سي سي كوبي لوك وجدا ولا كوبي لوك حتى تلقى القهوه اللي القهوه ديال البارز ولا الغائط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا هاي سيوما. اوه سي 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 هاو خو هاو خو سي سي خي سي سي عطاتني كاس اخر هاو سي 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 ني هو ايني سينيان كويلا سينيان كويلا سي سي قلت له احبك سنه صينيه سعيده. هذه الشوربه ديال الدجاج الاسود، ذاك الدجاج اللي كيتعتبر اغلى دجاج في العالم. ايوا اي كابي اوكي سي سي قول صايا بسم الله بسم الله بسم الله. غادي نجربوا الشوربه ديال اغلى دجاج في العالم بسم الله. ما عرفت علاش ولكن في المذاق ديال الزعفران واقيلا راه الزعفران ميد هذا الزعفران ديال الناس ديال ايران. والله الا الزعفران بالله ما شاء الله هو غادي يبان لكم زعفران كلوشين واقيلا ديال ايران هذا، حيت ايران هي اللي كتعتبر الرقم واحد في العالم. ها واحد الزعفران اخر سي سي لافان سي 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 مقوصايا. والله العظيم الا معدقت قلت لا راه باقي لا ماشي الزعفران هذا صدق والله بلا زعفران. هنا خاص بالعيالات كيديروا لك داك الوقت بالابار اللوجي وكيديروا حتى الحجبان اي حاجه بغيتي تقادا بسم الله سي سي. درنا هذاك البلان ديال الناس الكبار فلاشين عزيز عليهم يجددوا ديك الحوايج فابور وياكلوهم.
ما شاء الله. دابا انا كبحالك تيجي تعلق بداك البلان اللي كاين على برا. صدقت لقيت راسي في هذه البلاصه. يعني المهم الارزاق الارزاق غياني قال ارزاق. اي اي بان لكم انا روسيا كيبيعوا لي برودوي ديال روسيا بحال هكا. قلت فاني ديال روسيا وشي تيشيرت كاملين بحال هكا. غير السيد هذا الزلفاني هنا الشوكولات ديال روسيا حتى هو سباسيبا. ني بو خويا شو عايز تقول اخويا ما بغيتش نروح للراجل. نمشي للراجل. اه تشاينيز مي تو. نو 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 ام جاست كيدين. وان مور ثانك يو. واش جونغوار هاد البلاصه هادي كامله دابا كيبحال اللي كيبيعوا الخمور من دوك الدول من فرنسا الانجليز وكندا واستراليا وتشيلي واسبانيا. ضربوا لي على القرعه ديال الشراب داش. هاد القرعه هي وهادي فيها 13 لتر والثمن ديالهم تقريبا غادي ديك 120 ريال. لان حنا شي حاجه بحال هكا. هادي دابا راه قرعه ديال الشراب تقدر تحلها من هنا وهي على شكل سمكه الحظ. حدا اخرى هنا ضربوا لي على تران دايرين تران على شكل قرعه ديال الشراب. ما عرف دابا الا غادي تخوي هذيك غادي ديرها واش غدورها ولا ما عرف. المهم هذه هي اهم شيء بيجي دايرينو حتى هو على شكل قرعه ديال الشراب. قلعه مقدونه عندنا حنا في المغرب مشهوره بذكاء الورد. المنتوجات ديال الورد كاينه بلغاريا. قال لك السيد هذا انه بلغاريا في العالم كامل هي اللي مشهوره بهذه المنتوجات ديال الورد. عندهم بحال قلتي الكريمات ديال الورد. عندهم الكريمات حتى هما. عندهم الماء ديال الورد. المهم كاع داكشي ديال الماكياج ديال الورد. قال لك انه بلغاريا ولا بولندا هما اللي مشهورين بهم. ما عرفتش بلغاريا وبولندا واحدين. المهم انتم فهمتوا. واتس ذيس كوفي ديز فلايور. بسم الله بسم الله. ها هذه بالخوخ. هاي ساور. كان اي تراي ذا اذر وان. از ذيس براند فروم بيجين. Yeah. I know. We have two packs. Thank you. Yeah. It's really good. Really good. Thank you. زيت العود ديال الناس ديال اليونان مع الزيتون ومخلل وعناصر أخرى مخللة. المهم هادو كاملهم من اليونان. هيا يبان لكم هنا. Thank you. بسم الله بسم الله. أول مرة غادي نجرب الشوكولات ديال أفغانستان. بسم الله. هاد البراند هادي ديجا جربت أنا شحال من مرة في الشينوا. كان صحابي ديما واش ديال الشينوا. الصقة ديال غير ديالها. الصقة هي ديال أفغانستان ماشي غير ديالها. القضيه ديال افغانستان سي سي. البلاصه اش كنا انا دابا داروا فيها جوج ديال الماركيت. واحد للصينيين واحد للاجانب. ولكن بجوج هما فيهمش الماكله. كبحال قلت انا دخلت دابا درت التركيله. كان كنت اتمنى نلقى كبحال قلت مقاهي ولا شي حاجه. المهم شي ماكله. المهم ناكلوا الماكله حيت راه اليوم ما كلينا والو. ولكن رجع في الله. من الحوايج بالي بزاف هذا الميراج اليوم هي انه كاينين اكوكو ديال الناس هازين واحد النوع كبحال قلت اجاصه ولا شفرجله ولا شي حاجه بحال هكا. دابا راه كنقلب عليها ولكن واقيلا راه واش اجاصه ولا ماشي اجاصه الله اعلم. هاكي كتكون هنا قال لك انه راه من الشمال. هاد اللافته هذه مكتوب فيها انه هاد الاجاصه هذه من الشمال. دابا هي كتكون اجاصه في الاصل بحال هكا. قال لك انه هذه دابا كيحط في الثلج في الشمال وكيجيبوها من الشمال حتى لهنا. المهم من مورا ما كيخرجوها من البلاستيكه كيحطوها في هذا الماء باش تلق واحد الشويه وديك الساعات كيقطعوها لك بحال هكا. خذي الماء لقيتي راه الثمن ديالها هو 12 ارمبي. سي 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 فهاد البارطي اللي ما عرفتها كما قلت لكم واش اجاصه واش فرجله الله اعلم. المهم غادي نجربها دابا ان شاء الله ونشوفوا كي داير داك الخير. بسم الله. عاديه جدا اجاصه زيتي اجاصه من السوق ديالي نزكان وصنعتي لها واحد القصه. قال لك انه هذا النوع ديال الاجاص كيستخدم في الطب الصيني. انه الا كتاكل هذا النوع هذا ديال الاجاص غادي تكون عندك صحه افضل هيلثي ودوك التيشيرت كاملين. ولكن والله بلا الاجاص عادي جدا وبارد لافان دو لافان. التقييم ديالي غادي يكون واحد على 10. دابا غادي نديكم نتفرجوا في واحد العرض. غالبا هذا كان بان لي عندنا تشينغدو وشو بزاف لي زابليكاسيون ديال الشناوه وهذه هي اول مره غادي نشوفوا. المهم ديريكت الا عقلتي على دوك الامنيات كتعطيك ديك البارتي ديال الامنيات كتكتب فيها الامنيه اللي بغيتي وديك الساعه كتلصقها في ذاك الحيط اللي من موراها. وبهذا سوف تكون حلقتنا قد انتهت من حدا التنين الصيني في العيد الصيني الجديد اللي بطبيعه الحال هذه السنه هذه راه سنه التنين في الصين. اكون يعاون ربي غير اللي دابا ما نساوش ديروا سبسكرايب كما طلع ودوك تشات كاملين. عواش مبروكه هابي.